الحفره. تخيل وصلنا ساعه ما شاء الله واقفين برا نحاول نوصل حق بوابه المول من الزحمه، مو قادرين نوصل البوابه حرصا على سلامه الكل عشان لا يصير في تدافع لان العدد حيل كبير والتجمهر ما شاء الله واصل لي برا بوابه المول. احنا ناطرين شويه تترتب الامور، وإدارة المول جدا متعاونة، المنظمين جدا متعاونين، بس نرتب الأمور وأجيكم إن شاء الله. أنا متابعيني قاعد يطرشولي على الدايركت الوضع داخل، مو صدق ما شاء الله عليكم حبايبي، والله أحبكم وشكرا للي تعنوا وحضروا وبس يرتبوا الأمور وجايتكم ركب جايتكم. يا ويلي شوفوا 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 ليش اللاية شوفوا وجيهكم. والله بيض الله وجيهكم. حلو. سلم على امل وريم. احلى بنات بالعالم، بنات الرياض. نورتوني اليوم. شوفوا شوفوا حلوهم اللي فوق. شوفوا بمناسبة الاحتفالية بالسبروكت هذه أصغر برنتر بالعالم، هذه كلمتكم عنها أكثر من مرة وتشبكين عليها بلوتوث بالموبايل وأي صورة تقدرين تطبعينها، ملونة وعجيبة. على راسي على راسي تقول قصة على مامانتي. بس الحين ارجع يعطيكم العافية. الله يسعدكم على محبتكم. من الزحمة ما شاء الله في شغلات ثانية كان المفروض أصورها ما بداني أصورها، راح يبونها لي للفندق أصورها. بيض الله وجهكم على الحضور. سامحونا مره ثانيه على التاخير، شفتوا اللويا وانا جيت متاخره انضروا لين الزحمه تخف عشان ادخل، فتخيلوا لو داخلين بنص اللويا. الله يحفظكم وتبقون بالنسبه لي يا ربي اقرب شعب واحب ناس على قلبي. مشكورين يا اخي مشكورين وحاجي والله لا قلبي عليكم يا قلبي عليكم يا زينكم يا زينكم. بس كيف ساكت وين بيطلع مو عارف بيطلع. المولات ما شاء الله حيل زحمه ما تكفينا. مرة ثانية بغينا نتجمع لازم نأجر استاد كرة قدم واشوفكم كلكم وانتو قهوة ونقعد ونسولف ونسوي كل شيء. اكتشفت ان فانزاتي عسل. اول ما دشيت نها ورينا القصة ورينا القصة عشان اعطيهم هذه شارقة الزب من غير عزب. اقولكم ان شاء الله لا انا ولا المنظمين ولا ادارة المول توقعنا الحضور، لان انا اعلنت حدا اعلنت امس بس وقلت موسم دراسة وكذي، يعني لو بيكون حضور بيكون يعني مقدور عليه، لكن ما شاء الله الحضور الجماهير الكبير فاجأ الكل، فاضطروا مساكين إدارة المول يسوون التعديلات آخر لحظة وعشان لا يصير في تدافع عشان لا يصير في لويا. المهم الزبدة أنتوا على راسي طول عمركم رافعين راسي، أحبكم وايد والجايات أكثر. حبيباتي اللي ما صورت معهم اليوم أعتذر، بس أنا جاية في إن شاء الله بإذن الله على الأجندة إيفنت في الرياض وإيفنت في جدة، وراح أعلن لكم بوقتها وناخذ راحتنا ويكونون حاسمين حسابهم ومرتبين كل شيء، فأقعد معاكم ونصور عدل.